مكان. معكم فارس عوض من مسرح الأحلام هنا أولد ترافورد، هنا يأتي الديربي، هنا مدينة مانشستر كلها تبحث عن بطلها من خلال هذه القمة. حسابات خاصة بين الشياطين الحمر والبلومون، مباراة الحساسية، مباراة الضغوطات، مباراة الطقوس المختلفة. جماهير اليونايتد تحاول أن تقدم دورها من البداية قبل انطلاقة هذه القمة وتشعل هذه المدرجات لرفع معنويات فريقها ودفعهم في أرضية اللعب. ما يميز هذا الفريق طريقة أدائه واعتماده العالي على الضغط العالي في كل مكان في الملعب. ليس من السهل أن يطبق مثل هذا الأسلوب لأنه يتطلب مجهود بدني كبير جدا، وبالتأكيد سيلعب الفريق بنفس أسلوب اليوم وسيحاول أن يضغط بكل ما لديه من قوة. مسرح الأحلام أولد ترافورد، الملعب الذي شهد على العديد من الانجازات التاريخيه لنادي المان يونايتد. هنا كانت الاساطير، هنا كان في كل اسبوع تتواجد الشياطين الحمر لتقدم ما لديها من متعه لهذه الجماهير. هنا امام ما يقارب 75,000 متفرج في ملعب يعتبر من اكبر الملاعب الانجليزيه. جيمس، بعد عمل جيد حقيقة. كيفين دي بروين، سيرجيو أغويرو، تقطع تمريرة رحيم ستيرلينج، برونو فرنانديز، عند الكرة الآن إبعاد للكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. السيتي يلعب مباراة اليوم وهو الأكثر تسجيل الأهداف في الدوري حتى اللحظة. واضح الانسجام والتفاهم في صفوف الفريق الأمامية ولتجعله حتى الآن قادر على هز الشباك في أي وقت من المباراة. فرناندينو يتدخل ويقطع الكرة. مانشستر سيتي يفقد الكرة. إيمانيا ماتيتش، فريد، أي رؤية، أي دقة، الله على ميزة حارس المرمى الكبير. حارس يظهر في مثل هذه المواقف انفراد صريح، لا أحد كان سيلوم حارس المرمى، لكن شوف التصدي، شوف القدرات، يحافظ على النتيجة. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. هجمة مارسيال، كانت فرصة للتسجيل لكن فيها راية. تسلل يوقف اللعبة، هجمة كان من الممكن بأن تغير مسار المباراة. شوف الفدائية في الكرة الماضية. ركنية إلى داخل المنطقة، كيف راح يتصرف فيها؟ بإمكانه إرسال كرة عرضية، كرة خطيرة، الهدف تقدم.
تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة في المرات القادمة، لا بد من استغلال هذه الكرات. كايل ووكر، كيفين دي بروين، ديفيد سيلفا، زينشينكو، سيرجيو أغويرو. حلوة التمريرات من مانشستر سيتي. رحيم ستيرلينج، فرصة أمام أغويرو، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. ديفيد سيلفا، رودريجو، دفاع يتمركز في الخلف ويترك الفرصة للضغط، يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. إيمانيا ماتيتش، جيمس، مارسيال، حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. بينفذ الركنية، فيرناندينيو يبعد الكرة، كرة الآن بحوزة المان يونايتد، زينشينكو، رمية تماس للمانيو. هاري ماغواير، كرة تخرج إلى تماس أخرى، زينشينكو، ديفيد سيلفا، رحيم ستيرلينج، سيرجيو أغويرو، كيفين دي بروين. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة، حكم يحتسب تسلل على اللاعب المتقدم، حقيقة أنه كان واضح على نفس خط الدفاع، راح نشوف اللقطة ونشوف الإعادة. كما نرى في الإعادة أنه تسلل سليم لا غبار عليه، قرار صائب من حكم الراية، برافو. برونو فرنانديز كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، إيمانيا ماتيتش، يا الله ضاعت الكرة، ضاعت اللقطة الخطيرة، مانشستر يونايتد يهدر على نفسه فرصة ذهبية ليتقدم في الديربي ويسجل هدف أول في مرمى السيتي. التركيز مطلوب، هذه التفاصيل تحسم الدربيات والمواجهات الكبرى. كيفين دي بروين، ووكر،
الآن أغويرو يجبر على العودة إلى الخلف بحثاً عن الكرة لأن فريقه غير قادر على إيصال كرات كثيرة في الأمام. رائع في قراءة الفريق الخصم. برونو فرنانديز. قد نشاهد فرصة في هذا فريد. يا لعيب اليونايتد يحرك الشباك. هدف ممتاز، تمريرة جميلة، استقبال، تسويب، الكرة في شباك الحارس، لقطة ما كان فيها فرصة أبدا للدفاع. علامات الإحباط واضحة على المدرب، بعد تأخر فريقه في النتيجة، واضح أنه راح يفكر الآن في سيناريوهات في مسألة العودة وكيفية التسجيل في هذه المباراة. مانشستر يونايتد يتقدم في النتيجة. رحيم ستيرلينج. تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. والتدخل واعتراض الكرة. بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. رودريجو. كيفين دي بروين. الشوط الأول ينتهي 1-0. مانشستر سيتي يبدأ الشوط الثاني. في اتجاه كون أغويرو. يا رب السيتي يضرب في الديربي، السيتي يعود إلى اللقاء، هدف التعادل يأتي، ينجح في العودة أمام اليونايتد، يرفض الهزيمة في هذا الديربي. الله على السيتيزنز. شوف الإعادة، شوف التسديدة اللي كانت على الطاير. الله على المهارة، كرة بتتنفذ بشكل جميل. هدف في التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. ويليامز. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. يسدد الآن. ممتاز التصدي من حارس المرمى. ركنية وفرصة للتقدم في النتيجة. ركنية ملعوبة في وسط 18. مرة أخرى ضربة ركنية. ركنية بتلعب. رياض محرز. يبدو بأن السيتي سيقوم بتبديل في الدقائق المقبلة. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. كيفن دي بروين. تمريرات كثيرة ومحاولات لإيجاد ثغرة في دفاعات الخصم. هجوم على نار هادئة الآن. ضربة حرة لمانشستر يونايتد. تغيير يحدث في صفوف مانشستر سيتي. خروج لديفيد سيلفا في هذه اللحظات. جون ستونز. رودريجو. رحيم ستيرلينج. كان ممكن تكون فرصة على الطرف لكن المدافع تدخل. لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. ماذا؟ كرة بينية فيها خطورة الآن. برافو الحكم الرائع على هذا القرار. اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب الكثير من الشجاعة ومن التركيز. برافو مساعد الحكم. لعبة كانت في وضعية تسجيل لكن اللاعب كان متسلل الحقيقة في اللقطة الماضية. فرصة كادت بأن تؤثر على مجريات اللعب. إيمانيا ماتيتش.
كيف راح يتصرف فيها؟ تركيز عالي كان الحكم رائع في اتخاذ هذا القرار، لان الفارق اللي كان يتقدم فيه المهاجم عن خط الدفاع فارق بسيط لا يذكر. تسلل يوقف اللعبة، هجمة كان من الممكن بأن تغير مسار المباراة. لعب على الأطراف تذهب إلى محرز الآن. خلص الكرة، لكن الكرة بالطول بتتحول إلى رمية تماس. كايل ووكر. سيرجيو أغويرو. لاعب السيتي يستعد للدخول لأرضية الملعب. ممتاز الكرة إلى مارسيال. تمريرة بنية. يا سلام، متعني الله على النظرة. الله على حارس المرمى. فرصة محققة للتسجيل، لكنه يتألق في التصدي. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. الآن تصل المساندة بالنسبة له. توقع جيد في قطع الكرة. استغلال سليم للاطراف من مانشستر يونايتد. بامكان ارسال كرة عرضية خطيرة الان. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. حاول الحصول على التقدم، لكن الكرة مرت بسلام على حارس المرمى. ووكر، كيفين دي بروين. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. تباس للمان يونايتد. هاري ماغواير. كرة جميلة على الطرف. برونو فرنانديز. مارسيال. تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. كايل ووكر. كيفين دي بروين. ووكر. احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز، بناء للهجمة بهدوء. جيمس. برونو فرنانديز. فرصة كبيرة للهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. فريق يستعيد تمركز. يخترق ولديه مساحة. لابد أن تستغل هذه الكرة. هجمة مرتدة سريعة. نقل الكرة بشكل سريع من الخلف. كم ممكن الكرة بأن تصل إلى المرمى؟ يا الله على هذه اللقطة. فيرناندينيو. كيفين دي بروين. كايل ووكر. رياض محرز. رائع في قراءة الفريق الخصم. مانشستر يونايتد يلعب على الطرف الان بشكل جيد. بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. محاولات من مانشستر سيتي للتقدم في المباراة وكسر حالة التعادل. لاعب مانشستر يونايتد يستعد للدخول لأرضية الملعب. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. فريد. تدخل في وقت رائع واعتراض الكرة. كانت فرصة هدف لو مرت. إيدرسون. تدخل بشكل سليم. شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. إلكاي غوندوغان. رياض محرز. أمام مساحة في هذه اللحظات. رحيم ستيرلينج. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. فيل فودن.
كون أكويرو كونتو كان سيرجيو أكويرو تمركز سليم من اللاعب يعترض الكرة في اللقطة الماضية إيمانيا ماتيتش فرصة للهجمة المرتدة الآن بينية في مكان سليم أوهو راية وتسلل في اللقطة الماضية كانت كرة خطيرة كم ممكن تغير مجريات المباراة كم تقدم عن آخر مدافع بسنتيمترات قليلة في اللقطة الماضية هاري ماغواير جواو كاسيلو إلكاي غوندوغان فيل فودن 90 دقيقة لم تكن كافية ليفوز أحد الفريقين في هذا اللقاء المرمى ينجح في التصدي حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة قد نشاهد فرصة في هذه اللحظة فريد يا لعيب اليونايتد يحرك الشباك يلعبها في اتجاه كون أكويرو يا رب السيتي يضرب في